وانا من موقعي هذا والله العظيم يا جماعه بأؤكد لحضراتكم، اوعى تعمل باميه بدون طش الثوم. ما اقول لحضراتكم على حاجه انا اتربيت عليها، لو عملتوا شويه اللي عارف انتوا الفول اللي هو متقشر ده، في الايه الفول المدشوش، لو حطيته في الباميه كده وياخد ويغلي مع الباميه غلوه هيبقى جميل جدا. بس لو اكلت الباميه تاني يوم. الحقيقه اول ما شفت الخبر اللي امام حضراتكم ده، سامحوني والله العظيم ما اقصد اي شيء، والله ما اقصد اي شيء بالنسبه للسيدتين الفضلتين، ربنا يديهم الصحه والعافيه يا رب. بس اول ما شفت الخبر اللي امام حضراتكم بتاع السيده انتصار وبتاع ايه السيده امينه زوجه الرئيس اردوغان، انا افتكرت البتاع دي باميه يا جماعه. بحب الباميه جدا، بس خاصه لما تعملها في يوم وتاكلها تاني يوم بطعمها بسم الله ما شاء الله، وخاصه بقى لما تعمل لها طشه التوم بتاعها وتكون بمزاج كده، وتكون بمزاج. انا مش فاهم ايه علاقه اللي انا بقوله بالظبط، زي ما حضرتك مش فاهم ايه علاقه الخبر ده باللي بيحصل في القطاع، اللي هو يعني هل احنا ممكن نكون ماشيين بمبدا النظريه العظيمه جدا المنتشره في بين المصريين الجدعان، ما يجيبها اللي حارمها؟ يعني ممكن نكون احنا ماشيين بالمبدا ده، ما يجيبها الا حريمها، حريمها هم اللي ممكن يخلصوا القصه. لو انضمت بقى زوجه الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ومعاهم زوجه محمد بن زايد، ومعاهم بقى زوجه امير قطر، يعني احنا نعمل ايه رايكم؟ نعمل عزومه، عزومه وكل واحده تجيب الاكل بتاعها وهي جايه، عارفين انتوا القصه الجميله ايه يا جماعه ده؟ طبعا المقدمه اللي انا قلتها لحضراتكم ده والله لا اسخر من احد ابدا والله، بس انا مش فاهم، هو سؤال منطقي، ايه علاقه ده باللي بيحصل والله العظيم؟ بس مش اكتر. اي نعم، شفنا البيانات والقرارات اللي طلعت من السيد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، قرارات عظيمه جدا وجميله جدا. اي نعم هي ما عملتش حاجه على ارض الواقع، بس هي قرارات عظيمه جميله جميله يعني. شفنا البيانات والقرارات العظيمه جدا اللي طلعت من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اي نعم هي قرارات عظيمه جدا بس ما عملتش حاجه على ارض الواقع، يعني هي على ارض الواقع بوينت صفر، مفيش يعني ما ولا ادنى تاثير، ولا ادنى تاثير. لكن السؤال بجد، ايه علاقه دول باللي بيحصل في يعني ما هي امكانياتهم التاثيريه؟ هيتصلوا بمرات بايدن مثلا؟ ده سؤال. ممكن يتصلوا بساره نتنياهو، ازيك يا ساره؟ عامله ايه يا سرسور؟ فساره نتنياهو هتقول لهم انا هكلم جوزي النهارده لما يجي يتعشى، هقول له وقف الموضوع ده شويه؟ الخبر اول ما نزل بقى كل الكومنتات عليه ما يجيبها اللي حارمها، ما يجيبها اللي ستاتها، مش منطق. وانا هنا والله والله ليس سخريه لا من دي ولا من دي على الاطلاق، لكن انتوا بس متخيلين احنا في 37 يوم الوضع بينا رايح على فين؟ احنا بنتكلم في ايه؟ الوضع الطبيعي لتركيا يا جماعه. لما تتكلم عن تركيا وعن مصر انتوا بتتكلموا عن اكبر دولتين اسلاميتين يملكوا اقوى جيشين، اكبر دولتين اسلاميتين لهم ثقل اقليمي ودبلوماسي قوي جدا جدا، بس بعد ده قبل ما السيسي يفرض ويبيع وياخد قروض وحاجات كده، لما خلى مصر صغيره قد كده قصاد الخليج وقصاد الامارات اللي بتجيب جنودنا من عند حماتي وقصاد السعوديه اللي بتجيب لنا الطياره بتاعت زامبيا والكلام ده كله. لكن بكلمك عن دولتين بيملكوا يعني، مره تلاقي تركيا التاسع عالميا في قوه الجيش ومصر العاشر، ومره مصر التاسع وتركيا العاشر او ال11، يعني دولتين الجيش بتاعهم بسم الله ما شاء الله وموقعهم الاستراتيجي. تخيل كده مصر قفلت قناه السويس، تخيل كده اردوغان راح قفل مضيق البسفور، ما تخيل. ومش شرط انك تقفله من اجل اللي بيحصل، لا والله في سفينه ماشيه غرزت بس كده، شكرا سلام عليكم. ونريح السيده انتصار والسيده امينه من غير يعني ما يعملوا مكالمه، وابا في مترجم في النص، ايفيت ويوك والكلام ده كله، هوش جالدين يبقى احنا وفرنا المترجم ووفرنا كل ده، ونتكلم على طريقه عمل الباميه. والله جميله، والله العظيم طريقه عمل الباميه جميله. الموضوع يا جماعه احنا بنتكلم في 11000، في 11000 في القطاع. عايز بس حضراتكم تتخيلوا لوهله صغيره ان الخبر ده شافوا نتنياهو وشافوا بايدن مثلا، فين هو دور زوجة بايدن في الموضوع؟ فين دور سارة نتنياهو زوجة نتنياهو في الموضوع؟ احنا ايه يا جماعة اللي بنعمله ده؟ احنا ازاي كده؟
عادي ما تتصلوا ببعض تطمنوا عن بعض، شوفوا ممكن تنزلوا جمعيه مع بعض، ممكن والسيده انتصرت تقبض الاول عشان السيسي بيمر بموضوع اقتصادي مش لطيف. انت شفته كده كان بيكلمني دايما يقول لي والله والله عادي اتصلوا ببعض طمنوا على بعض اتكلموا على بعض، ازيك يا اختي امينه الحمد لله يا اختي انتصار انت عامله ايه والواد محمود ابنك عامل ايه والدته تقول لها وانت بلال عامل ايه كده، يعني خد ودي مع بعض عادي، الموده والمحبه دي كويسه جدا جدا، اطمنوا على السيده انتصار تيجي سياحه تركيه جميله جدا ودوله سياحيه، السيده امينه اردوغان تروح مصر الاهرامات والسياحه وثلث اثار العالم موجوده في ام الدنيا، الكلام ده جميل جدا. بس انا بكلمك في 11000 في 36 يوم لقطاع مساحته 300 كيلو ما بقاش موجود، هل دي القرارات او هل دي الرؤيه اللي ممكن نطلعها يا جماعه؟ هل دي ردود الفعل بتاعتنا مثلا؟ ايه هي القدره الدبلوماسيه لتركيا ومصر يا جماعه؟ يا جماعه لما تتكلم عن تركيا انت متخيلين بس تركيا ومصر دول لو اتحدوا بجد، احنا عبر التاريخ احنا وتركيا عمرنا ما اتحدنا، بس شبه يقول لك العلاقات الدبلوماسيه التاريخيه، في علاقات دبلوماسيه تاريخيه بس في نقر ونقير دبلوماسي تاريخي ما بين مصر وتركيا على مدار التاريخ، والله على مدار التاريخ مع كامل احترامي بكلمك عن اقوى دولتين عربيتين اسلاميتين، لما يكون الوضع بتاعنا والراهن بتاعنا والامر بتاعنا كله بيتلخص في نشجب ونندد نشجب ونندد. طب فرضا السيده انتصار والسيده امينه وهم بيتكلموا عن الاوضاع في القطاع، ولا شفت يا اختي اللي عملوه في مستشفى المعمداني؟ يا نهار ابيض لا يا اختي اسكتي، مش امبارح عملوا كذا كذا، شفت السيده الكبيره اللي كانت ماشيه شفتها وهي كانت طالعه، دي حضرت نكبتين في 48 و2023، والنبي يا اختي سمعتها قطعت في قلبي. ما ايه هو الحاجه اللي ممكن يتكلموا فيها غير كده؟ يعني ايه المواضيع اللي ممكن يتكلموا فيها غير كده؟ ايه القرارات اللي ممكن ياخدوها؟ والله مع كامل احترامي للشخصيتين، مع كامل احترامي اتفق او اختلف، اللي بايده السيسي اتفقوا مع السيده امينه براحتكم، واللي بايده السيده امينه اتفقوا او بايد اردوغان اتفقوا مع السيده انتصار براحتكم، انا مش بتريق على الاثنين، بس انا بتكلم في ظل الوضع الراهن والدبلوماسيين والسياسيين والزعماء في مستوى العالم كل الامور متاخده بجديه، احنا طالعين بالخبر ده مش كده، خلاص اردوغان والسيسي اتصالحوا وحط ايدهم على ايد بعض زي ما حضراتكم شايفين كده، وقال له شبكة العشرة احنا اخوات، قال له يمين بعظيم احنا حبايب، قال له العشر سنين اللي حصل، قال له ما حصلش حاجة اصلا، احنا ما حصلش حاجة، وخير البر وعاجله، ونخلي السيدتين الفضليتين يتواصلوا مع بعض ونتكلم ونحكي في المواضيع دي. قال له عندما تضيع الامانة، قال له متى تضيع الامانة؟ عندما يعني مش كده يعطى الامر لايه بما معنى الحديث يسود المرء الغير اهله. وانا من موقعي هذا والله العظيم يا جماعه بأؤكد لحضراتكم، اوعى تعمل باميه بدون طش الثوم، اوعى تفكر تعمل الباميه بدون طش الثوم، الباميه محتاجه طش الثوم. واقول لحضراتكم على حاجه انا اتربيت عليها، لو عملتوا شويه اللي عارف انتوا الفول اللي هو متقشر ده اسمه الفول ايه؟ الفول المدشوش المتقشر ده، لو حطيته في الباميه كده وياخد ويغلي مع الباميه غلوه هيبقى جميل جدا، بس لو اكلت الباميه ثاني يوم. اه والله العظيم. اشقائنا المصريين الحمد لله رب العالمين يا جماعه، احنا والله يا جماعه احنا حلوين، احنا حلوين. سلام عليكم.